يا الإخوان، ما شاء الله ما شاء الله، الكراسي شوف الناس الحمد لله. هنا منطقة الدكالة، الناس كتستعد الحمد لله للدعاء، الناس كتستعد لحفل بهيج بمناسبة خروج الماء بالخباطة. الحمد لله، لأن البيع أخرج ما في جعبته. الحمد لله والشكر لله، الذي اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. إذا الإخوان دابا حاليا غنتصلوا بالمحسن، الاسم ديالو مندور إن شاء الله. ما كرهناش اصاحبي ما يكونش صداع باش نسمعوا صوته. ها كي غنديروا بعدو شويه، قولي اولا تقولي يوقف، قولي عطينا 5 دقائق وغنساليو هذا البث المباشر ونشوفوا المحسن واش غاي ان شاء الله غاي يستر معنا ولا لا. الله يحفظك، الله يحفظك، الله يحفظك. يلا قولي سكت، الله يحفظك. اذا الاخوان في هذه الاثناء ان شاء الله، في هذه الاثناء سنتصلوا بالاخ مندور الله يجازيه بخير، ونخبروا بالثمن ديال البئر، ومن بعد نشوفوا ونقولوا ليها شحال الثمن ديال الطاقه، وديك الساعة نشوفوا واش غيقدر يتكلف ويجهز هذا البئر كله لهاد الناس أو لا. يلاه غادي يطلع دابا ويسكت، دابا قال لك يطلعها ويسكت دابا. خير إن شاء الله، صافي الله يحفظك، الله يحفظك، صافي الله يحفظك، الله يحفظك. شوف لي الله يحفظك، شوف لي الله يجازيك بخير، بلاتي بقى معايا، بقى معايا، بقى معايا، دوس دابا دوس. شوف لي الله يكرمك، واش عطيتي الفقير؟ لا عطيتو الفقير، صافي 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 صافي. إذا الإخوان في هذه الأثناء غنتسناو إن شاء الله الماكينة تسكت، غنتسناو الماكينة تسكت وغنتصلوا بالمحسن وغنخبروه ثمن حفر البئر، ثمن ديال القادوس، وغيشوف الناس ونشوفوا ديك الساعه ان شاء الله واش باقي في الاستطاعه ديالو يجهز البئر او لا. اش من بومبا ناويين ديروا ليه ان شاء الله؟ الناس اللي عارفين غادي نشوفوا الا كان 20 عود، 20 عود بزاف، 20 عود هو 20 عود بزاف، 20 عود على شحال من طون؟ انا 12 ولا 15، 12 كامل قبيله، 15 بزاف. سول محمد، غير كودابا ها واحد البومبا غنسيو بها البير. ها ها يا بومبا الاخوان. اذا الاخوان هذا كما كنقول لكم دائما وابدا، بلاش عارف طالع مغسول الماء نقيه. اوه 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 والله عندك الله ولكن نعطيو تحية للمقاتل الشرس. اه تحية، هذا هو المقاتل الشرس. تحية تحية تحياتي ليه، تحياتي ليه، تحياتي ليه. إذا هاي البومبا الإخوان، هاد البومبا ديال شحال أخويا؟ 12 ونص. شحال؟ 12 ونص. 12 خيل ونص، تبارك الله. ها هي غتنزل دابا في البير باش نسيوه. شوف وملي غادي نسيو ان شاء الله غادي نتغسلوا تحت ودابا بهذا الليل ان شاء الله باذن الله عز وجل. بحال هكاك ديال الله، اللهم يسر، اللهم يسر اخويا العزيز. نعم ان شاء الله، وكل شيء غيتزرزل في الغيب. غادي نفرحوا عندنا النهار ديال اليوم، فرحوا لي الا ما كانش هذا النهار ديال اليوم. سي حامين فرحنا والمحسن كثر، انا مع بغيت مع عمي خاصني امين. غادي نقولوا لي شي حاجه، راه الله سبحانه وتعالى عالي وعالم. الله يحفظك، الله يكرمك، الله يكرمك. اذا ان شاء الله دابا غاتتم التجربه ديال البئر، وغنتسناو الماكينه تسكت، وغنتصلوا ان شاء الله بالمحسن مندور ونشكروه ان شاء الله، ونقول لها شحال الثمن الاجمالي ديال حفر البئر. الله يحفظكم، لان انا هذا البئر العجيب والغريب فيه هو ثمن القادوس غلى من ثمن الحفر. عجيب هذا. شوفوا اللي جمع، اللي جمع ان شاء الله يقول كل شيء يجمع. قول السي المهدي يجمع الحساب، المهدي هو اللي يجمع الحساب، هو اللي مكلف بهذا الشيء. صافي جمعنا الحساب ديال القادوس الله يكرمك. جبنا الاول 8200، جمع الحساب باش حيت غنتصلوا بالسيد غنقولوا ليه، فهمتي؟ غنعيطوا ليه ان شاء الله. 8200 جمع الطوطال كامل عاد قول لي، جمع الحساب باش نقولوها ليه، باش 8200 ضرب 90 65 متر فاصله 60 زائد النقل 100 درهم زائد 3 درهم
إذا كلشي كيتسنى الحساب. دابا 500 2 ونص 84000 قاوت الأول هذا. أه 584000 584000 يعني تقريبا 50476 درهم 13000 ثلاثة هذا البول الأول ولا البول الثاني؟ البول الأول هذا اللي في البول الأول والبول الثاني؟ فيه 77 يلا جمع المجموع الله يحفظك 77 هي شحال في المجموع؟ 92800 شوف لي المجموع الله يحفظك 500 الله يحفظك شوف لي المجموع إذا هنا أجواء الإخوان أجواء رائعة ولله الحمد أجواء الخير جاز الله خيرا جميع من ساند هاد الناس أنهم باش تطلع لهم ميها من محسن من المحسن منظور الله يجازيه بخير من السلطة المحلية الله يجازيهم بخير من الساكنة من الجمعية من الناس اللي يعني كيجيبوا التغذية لهاد الناس هادو اللي خدامين هنا الله يجازيهم بخير يعني الناس هنا فرحانة هذا حدث نقدر نسميه حدث ديال الصدقة الجارية كتحس به أنه حدث تاريخي لأنه علاش كنقول حدث تاريخي لأنه إنسان ملي تيموت كيخلي واحد الحاجة اللي كترحم عليه دابا شنو غتنزل البومبا هاي البومبا غتنزل الاخوان هاي البومبا هاي البومبا الاخوان غتنزل شفنا البقاي يعطينا التليفون الله يحفظك البقاي يعطينا التليفون فين هو هادي البومبا ديال الايسي هاي سكر دابا سكر البقاي الله يحفظك ويجيب لنا التليفون هايو اذا هي البومبا كتهبط هي البومبا الاخوان كتهبط دابا شدي دابا ها هو دابا سكتها الله يعطيك الصحه الله يجازيك بخير اخويا العزيز الحمد لله جاب الله تيسير مزيان اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد نعم قلت لك هاد الناس راه كانوا مكرفسين ساكن في الماء الحمد لله الحمد لله جاب الله تيسير هاد الناس مساكن راه 4 ايام من نهار السبت هو هذاك الدري هما ثلاثة الله يحفظك نهار السبت مساكن ليل ونهار اللهم لك الحمد ضربوا معنا تمر الله يخلصهم اللهم امين الله اللي غادي يخلصهم اللهم امين الله اللي غادي يخلصهم اذا ها هي دابا البومبا كتهبط ها هي البومبا كتهبط الاخوان ها هي البومبا كتهبط وكتهبط في قادوس ديال الحديد وفي البير ها دوزوا لي دوزوا لي هاك هاك ورفقي قال لك انا جاي ما عرفش يصور هذا هذا الكابل ها هو الكابلي شوف تبارك الله الدراري هادشي دابا شوف ما شاء الله دابا ما شاء الله شوف 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 الكابلي ها هو الكابل ما شاء الله هذا الكابلي ديالاش اللي غيدوز الضو باش نسيو البير باش نشوف واش بير ناجح ولا لا ها هو الكابلي تبارك الله ها الموتور باش غيخدم تبارك الله الله يحفظك اللهم امين امي الهاشميه الله يطول عمرك الله قالت لي مع الوليد دابا انت الساروت الا بقيتي حدا الطوموبيل ما عمرك تسير فهمني دابا الساروت في جيبك كتحل خاص تبعد ولكن الا مشيتي حداه وحل تتحل خاص تشوف المرايات رجعت دابا الاخوان حنا غنتصلوا بالسيد غنخليو هاد الناس يهبطوا البومبا وغتجي وعدي نعيطوا للسيد دابا الله يجازيك بخير ماشي مرحبا ها فرغ لي ها نفرغوا القادوس هو الاول يلا فرغوا القادوس سير فرغوا القادوس بين ما نعيط للسيد فرغوا القادوس فرغوا يلا فرغوا القادوس تبارك الله المجموع ديال هذا البول الاخر ها هو 2,37,400 الاول هي 3 ملايين بالسيه بالسيه صافي شد لي البول باش نعيطوا للسيد ونقولوا له الله يحفظك ها هو القادوس الاخوان كيهبط الله يبارك الله يبارك الله يبارك الله يبارك الاخوان قادوس الحديد هابط شوف تبارك الله تبارك الله قادوس ثمن الميتو 8200 ولك ان تتخيل اخي المغربي اختي المغربيه شوف 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 سير 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 اذا الاخوان كما كنقول لكم دائما وابدا البث المباشر هنا في صفحتنا ضروري خاصك ميزانيه اللي غتفرح بها واحد الناس باش ان شاء الله ندير بث مباشر شوف راك معايا في البث المباشر يا معلم انا موجود معاك واخا تقتلني وانت راك مسجل دابا واخا تقتلني ياك علمه ياك علمه علمه تذبحني بقيت ارباح انا خاص عاد القبيله تروى ونزيد بحال الاخر 200 200 عاود الكلمه خاص على الناس تروى اها يشربوا الناس والبهيمات والدجيجات الا بغات تجي عندي حنا فوينا كملنا صافي السلام عليكم سلام الفيلم حيد الله يحفظك يرحم الوالدين الله يحفظك هذاك هو هذاك هو
ايه الله يحفظك. على ندير لك الكود الكود. نعم. الله يحفظك الكود على الطاقة. هذا واحد ولا باقي مرحبا. الأول كتبت لهم 15 ألف. دابا أنت هادشي قلت لك عقل عليه. أنا عيطوا دابا السيد في التليفون وقولها لي. السياج 16 ألف. قولها لي. هي 3 ملايين. صافي غنقولوها لي. عاود رجع مول السياج ب 16 ألف. حنا غنعيطوا ليه أبيل دابا لايف. مول هاد السياج نقول له ندخل لهاد السياج ثاني. أه السياج شحال شحال طلب لك هذا؟ السياج الأول هذا 15، الأول 16. ها هو هذا؟ 16. صافي ماشي مشكل. نزلنا السياج الاول كنا شكال. صافي يعني يقول 1500 درهم في المجموع. 1500 صافي ماشي مشكل. حنا نقولوا لي حنا نخبروا بالرساله كامله. اذا الاخوان باش تعرفوا هاد الابار هادو هاد الابار بهاد الاله اللي هي خباطه عجيب. كيدار القادوس ديال الحديد وداروا البومبو وسياه واش كاين الماء. فهمتيني؟ باش الى لقاوه ناقص كيزيدوا يحفروا عاوتاني الوسط. فهمتيني؟ الى لقاوه كافي كيحبسوا. يعني سيو مره الاولى وزادوا كملوا الحفير الحقول دابا شحال من مترو 140 متر 140 متر 140 متر 70 متر كتمنا سينا صافي السياج الاول على السياج الاول ملي كيعبروا حنا. اذا تحياتي لكم متتبعينا الكرام. انتم باركين دابا شادين تليفونات وحنا كننقلوا لكم الاجواء. ها هي الاجواء هنا كي دايره في واحد الدوار ما شاء الله اجواء رائعه. الله يحفظك الله يحفظك إمام كل شيء المهم كندعيم على كاملين توبوا حنا مش نشنا فيا الوالد اللهم امين جاتكم مش نشنا فيكم الله يحفظكم الله يحفظكم امين الله يحفظكم كاملين اللهم امين رب العالمين كاملين يجمع لسان في الخير. سير اخوي سير 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 شوف شوف قادوس قداش شوف قادوس قداش شوف قادوس قداش واش هاد القادوس دابا كيفاش غيركف في البير هاد القادوس هذا؟ حتى غتشوف حتى غتشوف عجيب هادشي يا صاحبي كيديروا ليه واحد اللاكس ها معلمين لا كيبقى غادي تسولى تسولى اللاكس قاس مع قادوس وغادي اذا شكرا اخي ياسين خليل على 50 نجمه شكرا خويا صافي صافي ماشي مشكل الله يحفظك الحبيب في هذا الدول دير ما قلت سيدنا طوموبيل مشكله صح ماشي مشكل ماشي مشكل خليك. إذا الإخوان في هذه الأثناء دابا غنتصلوا إن شاء الله بالسيد غنتصلوا بالمحسن إن شاء الله. شفت واحد السيد راه عنده الطاقة شفت هو غيجمع الحساب راه هو أييه خير إن شاء الله. سمعت هو فريج مع السيد يجمع الحساب يلاه الدراري فين غنعيطوا ليه ها هو دابا كاين هنا امين ها هذا غنبغي نخلصوا هذا اه صافي ماشي مشكل غنخلصوا اش غنتوي مع السيد دابا دابا عطينا خمسة دقائق اش عايش سالي وغادي في غنريحوا هنا نيت الاخوان انا ريحوا هنا بكره ها دابا الاخوان ان شاء الله نريحوا هنا الله يجازيك بخير شكرا جزيلا شكرا شكرا بلادي امن بلادي ما تريح شو شو القادوس قداش الاخوان خويا عاشور بوحديد شكرا لك على ارسال 99 نجمه الله يحفظك خويا بوحديد شكرا لك على الدعم الناس اللي كيدعمونا وكيدعموا هذه الصفحه وكيدعموا المحتوى جزاكم الله خيرا الله يحفظكم ها انتم ها القادوس الاخوان ها القادوس تبارك الله آه. الله يرحم لك الوالدين الله يحفظك قلبك الله يرحم لك الوالدين الله يجازيك بخير تعاونتي معنا الله يرحم لك الوالدين الله يحفظك شحال ديال الشباب الله يحفظك سير الله ييسر امرك الله ييسر امرك الله يحفظك فرحانين قول لي فرحانين شوف شحال ديال الشباب الله يحفظك الله يحفظك شو القادوس شو القادوس الاخوان كيهبط بارك الله اخوان اخوان اتصلوا بالسيد
لا تساليو القادوس سير. انا راه من قبيله. وي ها. يا مغرب. الله يحفظك. وزير الله يرضي عليك. اللهم امين، الله يحفظك، الله يحفظك. الله يسر عمرك. اللهم امين، الله يجزيك. الله يشوف من طريقك. اللهم امين اخويا العزيز. يطول منك زرع الذريعه. اللهم امين. خايب تصابغي. الله يحفظك. اللهم امين، اللهم امين. الله يجعلك من الرجال اللي صدقوا مع هذا الله عليه. اللهم امين. ومنهم من قاد نحذاه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الله يحفظك، الله يبارك. ها؟ مشكلة تاع مشكلة تاع الدراري نعيطو السيد نعيطو ليه قولي قولي حبس الله يحفظكم الدراري الدراري تعطيونا واحد جوج دقائق الله يحفظكم والاخوان اخوان والاخوان والاخوان اعطيونا واحد جوج دقائق الله يحفظكم انسيت انسيت نعيطو السيد الله يحفظكم اجي دابا اجي نعيطو ليه نشوف التلفزيون نعيطو ها هو تفضل ها هو دابا غندوزو ها لي واتساب ها هو نعيطو لي ا ابي لا سير الله جلس جلس شو السؤال يا اخوان الله يحفظكم السؤال سكت 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 اسكتوا والعيالات دقيقه واسي منظور الله يخويا امين كي داير بخير صحيحه مزيان الله يحفظك الله يكبر فيك الحمد لله الله يحفظك اخويا دابا انا راني في الدوار اه ودابا حاليا رانا راه جبنا البومبه باش نسيو البير اه وها هما الجماعه حدايا ايه ودابا هما خاصهم يقولوا لك زعما المستجدات ديال البير خاصك تعرفهم ما عرفتش واش تقدر تعيط لي ابي الفيديو ولا نبقى ندوي معاك هكا مكالمه اه بحال دابا خدام امين فهمتي المحل عندي عامر فهمتي ابي ابي واخا واخا بالنسبه خويا البير تحفر هو بالخباطه ما تحفرش بالبريمه يعني الخباطه لان بحكم هنا كيقول لك التربه عندهم فيها الريبان يعني كتبغي القادوس ديال الحديد قالوا لي حنا راه هكا وقادوس الحديد شحال الثمن ديالو الاخوان 410 درهم كاين 70 متر ب 410 درهم المترو اييه علاش كنديروه الفوق باش ملي كنفوتوا ديك الحجره كنديروا دابا خدمنا ب 32 سنتيمتر فهمتك يعني يعني دير الثمن 410 درهم 410 درهم وغادي نكملوا ب 28 سنتيمتر صافي شحال من المترو محفوره عامله 300 شحال من المترو محفوره 140 متر محفوره خويا 140 متر خويا منظور محفوره 140 متر 70 متر ولله الحمد دار ليها القادوس ديال 410 دراهم و70 متر الاخرى دار ليها القادوس ديال شحال 320 درهم ها هما دابا حاليا هذا الشيء كله كنركبوه في البير وانا مصور واحد البث مباشر ملي غنسير الخدمه غنصيفطو لك وكذلك جبنا البومبه باش نسيو البير ان شاء الله يعني اخويا في المجموع شحال اخويا في المجموع انا نقول لك المجموع اخويا منظور المجموع كلشي بالسياج ديال البومبا بالسياج كلشي اه بالسياج قلنا 1500 3 الاولى السياج ولا 3 هي طلبوا ربي يستر 3 نزيد هذا البون فيه جوج ملايين 5 الملايين و53 الف 5 الملايين و53 الف هذا الثمن ديال القادوس والسياج وعاد هذاك مول السونداج شحال طلب لينا 150 درهم 150 درهم في المترو 150 درهم في المترو 140 جوج الملايين و20 الف نزيدوا على 5 المليون هي 7 المليون السي منظور عندنا خويا العزيز تقريبا شي 7 المليون و50 الف واقيله وياك بحال هكا 53 الف وها هما الناس قدامك اخويا راه انا جيت هنا راه كاينه واحد الفرحه عارمه هنا راكو كان عندكم كتب سالي والله العظيم تدوي معاهم ابي الفيديو والناس راه كلها راه كدعي معاك الله يجازيك بخير ودعيو معاهم كل جهه السيد الله يخلصو هاد السيد الله يخلصو الله اللي غادي يخلصو وغنضلوا عند دعوه معنا ولكن كان ابي الفيديو وشاف هاد الناس هادو واش واقع لهم واش واقع لهم الفرحه هو غادي يتفاجئ غادي يتفاجئ يقول نحفر 10 البير ما نحفرش هذا اللهم لك الحمد الفرحه ديال هاد الناس لك الحمد يقول نحفر 10 اللهم لك الحمد اكبر نعمه هي الماء اللهم لك الحمد الله تعالى قال لك وجعلنا من الماء كل شيء كل شيء حي خير الناس اللي ما كيقدرش يتوصف هو الانسان من اللي كيفرح ما عمر شي واحد يوصف لك الفرحه ديالو الله يحفظك سير الله يقدروا الملامح والشعب فرحانين وليدات الشعب كامل فرحان اللهم لك الحمد
اللهم صل على النبي. اللهم صل اخويا مندور. انا دخل دابا ابل فيديو. يلا دخل ابل فيديو دخل يلا. ها هو تشوق والله سيدي تشوق. يلا قطع يلا عيط لي ابل فيديو من هنا صافي. يلا عيط لي ابل فيديو. ها هو غيدوي معاكم ان شاء الله. طلبوا ربي يسر لكم. والله نسيب نشوف الماء هو طالع. شنو بغيتي تقول لعم امين؟ شكرا. علاش؟ لا شوفيه نو هضري شوفيه نو. المويا باقي ما سايش الجلد. المويا هو باغي يدير لنا الماء. وشنو غادي تقول لي انت تيري؟ الله يحفظكم. طلبوا ربي يسر لكم يا رب. اللهم يسر لكم يا رب. اللهم يسر لكم. اذا الاخوان لازلنا في هذا البث المباشر. اتصلنا بالمحسن اللي تكلف البئر. قلنا ليه دابا الميزانيه. طلبوا ربي يسخر يتكلف ان شاء الله في البئر. وديك الساعه نشوفوا القضيه ديال الطاقه. وحيده وحيده على ما اظن هو كيصوني. ماشي شوف ماشي ربي تيسر. شي واحد الدراري بلاتي نشوف بلاتي ندير واحد. كاينه كونيكسيون ضعيفه بلاتي تلقانا الكونيكسيون من هنا. صافي انا غنشد الكونيكسيون من هنا عندي. ها هو الشيء. ها هو كيدوي معانا. دابا انا شد لا بالميدي ما. ها هو السلام عليكم. الله يفرحك في الجنة. نطلبوا لك الجنة. الله يحفظك. الله يرحم لك الوالدين. واعتقتي وليداتنا واليتيمين. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. اش كاين؟ قولها قولي. قولها لي. نمشيو نشوفوا قولي. شفنا العيالات كيما يديروا. زيد هما تم. دير حاليا الاخوان نزل اتصال مع المحسن. صغير اخويا كيتسناك. هاك سير وريهم ودي لي التليفون. سير امين خويا تاخذوا نصيحة. صافي ها راني التليفون واتفق. وفين هو غادي؟ هو غادي مسكين. شوف شوف دار لي التليفون فين محسن؟ وانت فين هو غادي؟ وانا المحسن ادى التليفون. كل شيء براحتك. يلا ها راني التليفون اصاحبي. وتبارك الله عليكم العيالات. الله يحفظكم. الله يحفظك. انا تهرس اليوم من رجليه. ضربت من كروين تهرس من رجليه. الله يحفظك. واخا واخا انا نشوف. الله يحفظك. واخا واخا الله يحفظك. واخا وبقي وبقي معايا. انسالي هذاك التليفون. ارى التليفون. الله يحفظك. اللهم امين. الله يحفظك. اللهم امين. اللهم امين. اللهم امين. واش يا خويا وترى لي التليفون. وا مندوح. يلا دابا نشوف فين هو. فين هو منا؟ اجي ندخلوا. اجي ندخلوا. نعم وري القصيريات. نوري لك القصيريات. بكره هناك تكون معنا فرحانين. بغيناه شوفوا واحد القصيريات. ويقولوا لي قولوا لي بعد تو يشوف الماء. دابا راه قرب لنا السيو. دابا سي مندور تحيه خاصه. وري القصيريات. قول لي ها انت كيتسنى. قول لي بعد شحال الثمن ديال الحفير. نعم زيد بكره هناك تاكل معنا واحد القصيريات. ما تاكلوش عليهم. زيد عندنا هاد الشوف. ها تشوف الله ينا بغيناك. هو اللي يحبر لي هاد السيد هذا. ها هو اول حاجه. اللهم امين. ها هو اللي معاك سي محسن. محسن هو هذا اللي غدا معاه. اللهم امين. اللهم امين. الله يا شباب. الله شو على الشباب. الله يا شباب. باقي صغير ياك. الله يا شباب من وفقك لهذا. الحمد لله. من وفقك لهذا يا شاب. حيدي امه. سبحان الله. امه حيديها. نطلبوا الله سبحانه وتعالى يدوم معك الصحه والسلامه والسخاء ويحفظك من شر المخلوقات. ومن شر المخلوقات يا شيخ. اكبر احسن شباب سبحان الله العظيم.
احسن شباب الله يوفقك. واخا دابا قولوا لي الاخوان شحال قلنا المجموع ديال الحفر؟ الله يجازيكم بخير. المجموع اللي قال المهدي شحال قلت المجموع ديال الحفر؟ ب 21 ملايين و 20000 ها. والقادوس والسياج؟ قادوس 5 ملايين و 53000. 5 ملايين 53000. سمعتي اخويا منظور العزيز؟ 7 ملايين 73000. كتسمعني اخويا؟ 73000 مجموع. كيف كاين مسكين؟ مرحبا اخو الصولدا، راه خدمه دابا. ما تبكيش مفرحه صاحبي، مفرح مفرحه صاحبي، فرحتي تاما وفرحتي لي. حنا اللي عطشانين ترى الثوري. تبكي تضحك ضحك اصاحبي، ضحك ما تبكيش. كيف ولكن الا كانت بكيت على الفرح جائزه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اللهم لك اللهم لك الله يفرحه ويفرح اليوم القيامه. اللهم امين اللهم امين. الله يفرح له ويفرحك بيوم القيامه بالنجاح يوم القيامه. الله يحفظك. ودابا ان شاء الله غادي تبقى معنا حتى غتشوف لاميها. نشوف اميها غتخدم البون ان شاء الله، وغادا تكب البوين وغتشوف هاد الارض كانت قاحله كانت قاحله وبسبب مخلوق واحد مخلوق. الله سبحانه وتعالى قال لك العصر ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله يرزقكم الصبر حتى وهاد الناس اللي معكم. اللهم امين اللهم امين. زيد سير فين هو الميه؟ طلع الميه دابا. الميه طالعه الميه طالعه. اخويا منظور واش باغي تشوف الماء؟ باغي تشوف الماء؟ شوف هاد الخويا اللي رحمتي بها. واخا خير ان شاء الله. سالي شوف الماء. هاي 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 خرجات. الله اكبر خرجات المويا. خرجات. بارك الله بارك الله. ما عقلوش علينا. شوف شوف منظور ما بقى عقل علينا حتى واحد. شاني مساكن. والله ما بقى عقل علينا شي واحد. شاني مساكن. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اجواء رائعه الاخوان. الله اكبر. عرفتي باش كنحس؟ والله الا كنحس بالتبوريش يا بالله. الحمد لله. ولكن زيد كتعبني كنحس بشي حاجه. الحمد لله الحمد لله. شي مطوي شي مطوي. وانت راتي نقول جيلي كلشي غيتعاود. الحمد لله. التليفون الاخوان قال لا ما يوقع لي والو. صافي خليه خليه صافي خليه صافي. الله يجازيك من حوض النبي. اللهم امين. وقول امين. اللهم امين. والله يسقيك من الفردوس اعلى من سلسبيله. اللهم امين اللهم امين. والجماعه صلوا على رسول الله. اللهم امين اللهم امين اللهم امين اللهم امين. الله يحفظكم. وكنحس بالدم كان سخون. قصدي منظور والله الا الخاطر برد بالله. الله اكبر. الخاطر من الداخل برد. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اخويا منظور كتسمعني؟ سكتوا سكتوا الاخوان. اخويا منظور كتسمعني؟ والناس تكرف معها سبعة. تشي تشي عجيب صح. والبس ان شاء الله تكيدوش بالله. عجيب صح. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اخويا. اللهم اخويا منظور خويا منظور انا نحاول نبعد باش تسمعني. خويا منظور كتسمعني؟ ماما راه تبلبلات اخويا تبلبلات اخويا. راه داك السيد راه ضرب تيو عباد الله كاملين. كلشي كلشي كيهرب بالفرحه. قول لي راه الناس كاع عارف. الحمد لله اخويا كلشي عارف. بلاتي نعيط لك ابي العاديه. الله يحفظك اخويا منظور. نعيط لك ابي العاديه. بلاتي بلاتي وترى بالبلا اخويا. بغينا نشوفوا السيد مسكين شنو يقول لينا. العفو تعال على الروح.
عبدي امين عاش بعومه ما عقلوش عليك صافي وي والله وانت راه عرفتي اش دار ليا وانت راه التليفون عمرو بالماء هو راه عارف كلشي بيه التليفون وكلشي عمر بالماء كتلعبوا قال لي بلاتي دابا غنعيطوا السيد باش تسمعوا شي يقول لنا اخر الكلام ايه اخويا منظور راه مسكين دابا كاين قريضه فيه واتساب دابا قلت لك اخويا داك السيد كان كيعوم واحد اللحظه ويهز داك التي وقال لهم وا كلشي غيعوم هو يبان لك عباد الله هربات وضرب لي التليفون بالماء هادشي اللي وقع قلت لك اخويا العزيز الثمن الاجمالي ديال حفر البئر شحال قلنا؟ شحال قال المهدي شحال قلنا اخويا المهدي؟ 8 مليون ياك 7 المليون 7 المليون و50 الف لا اكثر 7 المليون 73 الف 7 المليون و73 الف اخويا صافي ان شاء الله اخويا امين تكلف بها اخويا العزيز ها؟ غتكلف بها صافي صافي ان شاء الله الله يرحم لك الوالدين الله يجازيك بخير الله يجازيك بخير الله يجازيك بخير الله يخلصك امين الله ما كنت واخا امين الله ما كراش كنت قلتها لي الله الا كنت غنمشي تمايا انا كنت ناوي غنمشي غنمشي وكيتحب لي باقي داك الشيء معطل راه طلع الماء راه غفلوني البارح والله اخويا لا غفلوني البارح مرحبا اخويا ياك مادام ها مرا كاين حبوبك ياك مادام باقي بالحياه صاحبي بلي نسايب لك قراعك جاعه بلديه بسمينه حاره ونعملك بريد من عيني عاس ونبركك اسيدي فوق الزربيه في الارض نبركك الارض نردك لك شي القديم نصيفطك ناشط وفرحان اخويا نشطينا الله ينشطك اخويا اخويا منظور حيت شوف اخويا منظور ان شاء الله دابا ملي حفرنا لهم البير هذه هي المرحله الصعبه وديك الساعه ان شاء الله راه ضروري خاصني نجي عندهم على قبل التجهيز ديال البومبا والطاقه والتيو هيا صافي نجي عندك ان شاء الله نمشي وديك الساعه نمشي انا وياك مرحبا صافي مرحبا 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 الشراب كيحصل من اللي عندنا بن محسن الله يحفظك عندنا الشراب صافي وخويا الدراري الذبح وندبحوا لك الدري نديروا بحال سيدنا ابراهيم الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك والله يجازيك بخير اخويا منظور شكرا امين اخويا امين انا غنصيفط لك الليان ديال هذا الفيديو اللي سجلت صافي صافي الله يسخر اخويا امين يلا شكرا جزيلا اخويا شكرا شكرا امين اخويا امين قول لي قول لي من الدعوه معنا الله يحفظك راه غندير لك الدعاء ان شاء الله سير كون هاني اخويا العزيز انا عبد الرحمن دخل الله يحفظك شكرا شكرا ها بارك اخرى شوف تبارك الله الدراري ديروا لنا البيل هنايا نشوفوا اوه اذا الاخوان كما كتشوفوا وكي داير الميها تا والله تنابيه بالذات ما تذاكروش عليها ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ها جيبوا لي اه جيبوا لي نصوا خلي صوروا جيبوا لي جيبوا لي خلي صوروا جيبوا لي جيبوا لي خلي صوروا شعيب سبحان الله العظيم ها درتي لي البيل هما الاخوان كي دايره الميه كي دايره الميه هشام ها نادية وحلوة المويه ما تذكروش على حلوة سبحان الله العظيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله سبحان الله هذا فضل من الله أما الناس جايبين البوادز كما كتشوفوا الإخوان ما شاء الله هذه البومبا ديال 15 عاود 15 عاود ياك أخويا 15 خير الحمد لله ما وقعاتش الله يحفظك سير الله ييسر أمرك بومبا ديال 15 عاود الإخوان تحياتي لجميع متتبعي الصفحة الله يجازيكم بخير الدراري والله يحفظكم والله يتقبل منكم راني كنشوف التعاليق ديالكم والتشجيعات ديالكم والدعم ديالكم لينا ها هما الناس دابا الحمد لله كيشربوا ميها الله يحفظك شكرا خويا سعيد سعيد كيقول من مدينه سالا الله يكمل بالخير اللهم امين عبد الله الحضري كيقول الله يحفظك سي امين الله يبارك فيك اخويا تبارك الله تبارك الله تبارك الله هذا خير كثير الله يخلف على المحسنين وعلى الجنود ديال الصفحه اللي كيبارطاجيو معنا مع هذا الخير هذا الميزانية الإخوان ديال هذا الفيديو ديال هذا البث المباشر الميزانية ديالو هي 7 المليون وشحال قلنا و70 ألف واقيلا ياك 7 المليون و70 ألف الإخوان هي الحمد لله الميزانية ديال هذا البث المباشر باش شفنا هذه الفرحة هذه هذا البسمة على وجوه هاد الناس عيالات رجال أطفال هنا بدكالة ولله الحمد الناس فرحانة اللهم لك الحمد ها يا أمي الهاشمية الله يحفظها حتى هي شعرك عريس خليها 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 مسكين خليها مسكين اللهم امين اللهم امين امي الهاشميه اللهم امين فرحونا الله يفرحهم فرحونا الله يفرحهم اللهم امين امي الهاشميه اللهم امين اللهم امين اللهم امين اللهم امين شكرا لكم الناس اللي كدعمنا بالنجوم تبارك الله 400 عرفتي 400
86 نجمه. شكرا جميع المتتبعين على هذه النجوم اللي كترسلوا وكتدعموا الصفحه وكتدعمونا حنا. الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير. ها شوف شوف تبارك الله، شوف خرج. نعم وليدي خرج الماء تبارك الله. ها شوف الناس كتسقي، شوف بالليل هادشي. اذا ما عندي ما ندير الاخوان، هذا اللايف كنت تمنيتو انني نسجل لكم في الصباح، ولكن طلع الماء بالليل وخاصو يدار القادوس ديال الحديد قبل ما يريب البير. وين سير حيدي من الماء، سير حيدي من الماء، سير حيدي من الماء. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. حيد ما خليه يطول قبل الليل غادي يطول. كل كل دوز يمشي ما شاء الله. شوف 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 الاخوان، شوف شو على فرحه، شوف شو على اجواء، عرفتي على اجواء كاينه هنا، عرفتي على اجواء كاينه هنا الاخوان. والله ما يكون التوفيق من الله ما يعيشها شي واحد. اجواء رائعه. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. شوفوا الاخوه، شوف 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 شوف. يلا علي يلا نبي بحال الكاسكيت. ضوي ولينا الدراري، اللي عنده شي بين يضوي، واللي عنده شي بين يضوي. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. شوف اجواء رائعه هنا في الدكان، الحمد لله اجواء رائعه الاخوان. الفرحه ديال الما كبيره، تخيلوا معايا البومبه ديال 15 خايل ما كتوقعش، البومبه ديال 15 خايل ما كتوقعش. سير 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 سير. اللهم صل على النبي. اللهم إذا الإخوان، أوه عندك عندك أخويا عندك تليفون نبيل. الله يحفظك أود نبيل، سير بالصحة والراحة. الله يفرح كل من يساهم معنا، الله يحفظك. تبارك الله على السيدة. الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك. واحد السيدة مالها؟ لا إله إلا الله، مالها مسكينة؟ لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة. لا مالا مسكين؟ الدري مريض له وكيطيح عنده سر له. نعم اخويا؟ شي عملية غالية قالت لي. طلبوا له السول، طلبوا له شي عملية غالية. بلاتي بلاتي الاخوان، الله يحفظكم والاخوان. جزيكم بخير بلاتي. نعم اخويا العزيز. اذا الاخوان، وانا كنصور هذا البث المباشر، كنتصادف بانه رئيس الجمعية هنا، انت هو الرئيس. هو رئيس الجمعية. كيقول لي بانه جاب لي واحد السيدة. عندها ولدها مريض. هي والابن ديالها. لا حول ولا قوة الا بالله. أو مال اخويا على الجاز؟ راه هو بحرية، عاودي السيد ديال الولود. مريض، حكي لي مريض وخاصو عملية. نعم بنتي؟ خاصو عملية، مريض. مريض. ولا شي عملية 10 مليون وحينا، ولكن حطالو لك الحال. حطالو لك العملية؟ ما مشيتيش عندهم؟ لا ما مشيناش. باقي ما مشيتوش كاع، دارها على يدي تاهي. لا ما دارهاش. داروا على يدي. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. كتصور شركو السي امين؟ ها؟ كتصور شركو؟ قلت لك هذيك. هذا وليت هو دار فيه. واش عنده عملية؟ عنده عمليه. ما عندكش الورقه ديالها؟ مابقاش تبع لي. شحال في عمره؟ شحال في عمره؟ هذا وين صورت الله؟ 17. شحال؟ 17. مسكين. لا حول ولا قوه الا بالله. صوروا له الورقه سي امين، صوروا له. نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه، نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه. لا حول ولا قوه الا بالله. واخا مهمتي اش غنقول لك؟ انا غنوعدك ان شاء الله خاصك تعطيني الوريقات، وديك الساعه نجي عندك للدار ونصور لك واحد الفيديو، ونقول للناس ان شاء الله نقول للناس انهم يتصلوا بك، نعطيك رقم التليفون ويدوا معاك الناس ان شاء الله. لا حول. صافي؟ صافي لا حول. صافي سير الله ييسر لك مسكين. لا حول ولا قوة الا بالله. وعنده ولد واحد، عنده ولد واحد. عنده جوج، عنده جوج. إذا الإخوان مشيو ديك القصاري ديال الطعام إن شاء الله. الله يا ولدي الله. نمشيو إن شاء الله. إذا الإخوان كما كتشوفوا يعني. الله يعني. الله يا ولدي الله. موسم هذا، أنا نصاحبهم موسم يعني الإخوان. شنقول لك؟ قدر الله ما شاء فعل. وأنا كنصور هذا الفيديو كنتفاجأ بهذه السيدة جات عندي عندها وليد. كما ديما قدر الله ما شاء فعل. الصبر. الصبر الإخوان.
هام اذا الاخوان هما الكساري ديال الطعام واخا صراحه بيني وبينكم الاخوان والله العظيم الا تسدت لي الشهيه قسما بالله ملي شفت داك الولد هادي صراحه كتبقى بيني وبين الشهيه ديالي تسدات لا حول ولا قوه الا بالله. المهم انا غنكمل هذا البث المباشر لا اله الا الله محمد رسول الله عليه الصلاة وأزكى السلام. إذا نعم نعم أخويا العزيز شكرا كل واحد وريدين ولا يجعلها بالك الخالص لله تعالى اللهم امين تكون النية خالصة اللهم امين أي واحد ماشي عمل بغينا يكون خالص لوجه الله اللهم امين ماشي يدير واحد حالك وين درت فعلا كل عمل خالص أي واحد منا حنا من الجمعية من أي واحد سام بغينا يكون العمل خالص لوجه الله تعالى اللهم امين وكل شيء من الصلوات المحلية أولهم سيد قائد الله يجازيه بخير الله يجازيه بخير سيد القائد الله يجازيه بخير الله يجازيه بخير لما تكون الاسم ديالو الله يجازيه بخير الله يحفظه بخير راه كاين شي حاجه الله يخلي الوالدين اللهم امين اللهم امين توعدوا الاجر صدقه جاريه الشكر كبير للسلطات المحليه اعوان السلطه قوات المساعده الدرك الملكي الامن الوطني الداخليه كل شيء الحمد لله اللهم امين الله يحفظك اللهم امين اللهم امين اللهم امين اللهم امين اللهم امين الله يحفظك الله يحفظك اذا الاخوان هذوما الاجواء هنا كما كتشوفوا هما القصاري ديال الكسكسو ها هي الخزانه تبارك الله هنا كما قلت لكم الاخوان قال لي تفضل ولكن انا ربي اللي عالم بيا زيد زيد اخويا زيد الله يجيب لي الشيف هذاك الولد الله يجيب لي الشيف هنا ان شاء الله هنا ان شاء الله نديرو قصريه ان شاء الله زيد الله يجازيكم بخير والله يخلف الله يرحم الوالدين ام القادوس تفضل يلا الله يحفظكم الاخوان غنختموا ان شاء الله بواحد الدعاء سير سير دير لي واحد الدعاء الله يكرمك ويقول الناس اللهم امين برك هو الفيل غيدير الله برك ادعي معانا بالاسلوب الرائع ديالك ماشي اللي عارف انا الله يجازيك بخير ذكرتوني انا لان انا شوف انا حسيت بك بان القلب بيض وطيب لان كنحس بان كاع الناس تبارك الله اللي كبار في العمر واللي تتكون عندهم هذه الرشاقه اللي فيك انت راه كاينه البركه ديال الله والله العظيم والله كاينه البركه ديال الله عطاء من الله اللهم لك الحمد عطيني هذا واحد بغيتك دابا شوف بغيتك تدعي لنا مع المتتبعين ديال الصفحه المتتبعين ديالنا اللي كيدعمونا كيساهموا معنا هاك انصيت هاد الناس متتبعين ديال السي امين اش غنقول لهم؟ اش راه تلفت انا اش غنقول لهم بعدا؟ هاد الخيرات اللي كنشوف وهاد الفيديوهات ديالكم اللي كتشوف راه اش كندعيو معاهم هما ما كاينينش الله يحفظك كندعيو معاهم في السلوك هما ما كاينينش هاد الله سبحانه وتعالى راه هاد الدنيا عندها بدايه ونهايه طلب الله سبحانه وتعالى تكون النهايه ديالهم كاملين هاد الناس كيسبوا في الخير تكون احسن من البدايه ديالهم ان شاء الله رب العالمين حسن الخاتمه وحفظنا وحفظهم من شر ما خلق وحفظهم من طاقات الملاوطين ويصلح لهم الوليدات العائله هذا بنادم على كيجري المشروع ديالو هي العائله بغينا نصلحوا لهم البنيات والوليدات ذكور واناث اللهم امين رب العالمين ما تخرجش لنا امراض لا يخرجوا شادين طريق الله سبحانه وتعالى باذن الله عز وجل طلب الله سبحانه وتعالى لا نسائهم ولا عائلتهم ولا والديهم كلهم هاد الناس كيسبوا في الخير بغيناهم كلهم يكونوا بخير وعلى خير ما يتعادوش يمشوا على الطلاق فيه والسي مندور ويلي ويلي سكتني غنبكي عمري ما كيديك غنبكي لك مسكين بكامل الفرح افرح ومازال غادي يفرح ان شاء الله مازال غادي يفرح ان شاء الله اللي غادي يجيب الله شي محسن كما كان نوح اللي غادي يجيب الله شي محسن ثاني غادي يركب باش يجهزوا هذا البير ويركب البول كما كان نوح اذا الاخوان هذا واحد النداء الله يجازيكم بخير لكم المتتبعين الكرام والجميع المحسنين هذا واحد البئر بدكاله الحمد لله السي مندور تكلف بالحفر ديالو الله يجازيه بخير ودابا محتاجين شي محسن اللي يجهزوا ليهم بالبومبا والطاقه والتيو ان شاء الله جماعه شي تصفيقات عليها تصفيقات ويلي 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 الله يحفظكم مازال باغي حتى الشهر ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله شوف انا دابا اللي نوعدك بها الا درت لك البومبا والطاقه والتيو ما تقولها لحد راه خير كثير حيت غنطلع لك الماء يرحم الوالدين الله يجازيك بخير هذا على سبب الله يحفظك الطلب غير سبب ماشي فرد
المهم شي وحده دريجه دريجه يرحم الوالدين حطوا البومبه والطاقه والتيو ويكون الله يحفظك دريجه دريجه. ها هما الناس دابا تبارك الله هنا كياكلوا ويشربوا الله يحفظك. ها سابوا عرس انا ورا عرس والله سيدي لا عرس عرس ديال الماء عرس حيل عرس اسطوري نساء رجال الحمد لله في البدايه قلنا تقدر اللهم امين اللهم امين الله انا عبد الخير ما عرفتش ما كاينش اللهم امين اللهم امين اللهم امين اللهم امين سير يلاه صلوا على رسول الله زيد الله يجازيك بخير زيد وانت الماء ديال البير هذا ديال البير والله حتى ديال البير باقا باقا ما صلاش شرب وغسل زيد الله يحفظك الله يحفظك اللهم انفق على هاد المحسنين اللهم يسر لكم الاخوان. اذا الاخوان الله يجازيكم بخير هاد الفيديو هذا بارطاجيوه مع جميع الناس اللي قادر يجي يهز هاد البير في دكاله لهاد الناس هادو بومبا والطاقه والتيو يتواصل معنا في الخاص حفظكم الله الله يجازيكم بخير بومبا وطاقه وتيو باش نطلعوا ميها يشربوا هاد الناس اللي ما قادرش يدير بارطاج ان شاء الله وراني كنت باغي ندير واحد التحدي اليوم باغي نطلقوا من دكاله ولكن شفت بانه اللايف طوال غنقرر ان شاء الله نقرر ان شاء الله الخوت ندير معكم واحد الموعد ان شاء الله يوم الجمعه نهار الجمعه ان شاء الله غندير واحد البث مباشر مع تسعود مع تسعود مع تسعود دراري والدريات يا معشر الفيسبوكيين والفيسبوكيات موعدنا يوم الجمعة مع تسعود غندير واحد البث مباشر إن شاء الله واحد تحدي جديد فيه خير كثير 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 وبزاف الله يحفظكم نهار الجمعة نتلاقاو إن شاء الله صافي الإخوان الله يحفظكم صافي غنسالي هنا البث المباشر ديالي صافي أخويا سالينا ما بقى ما يتقال صافي ما بقى ما يتقال يرحم باقي ما يتقال باقي ما يتقال الله يحفظك باقي وباقي وباقي الله يحفظك الله يحفظك وإلا يجي عندنا ويحضر معنا هاد السي هاد المحسنين إن شاء الله رب العالمين إن شاء الله الله غيش كامل المتتبعين مرحبا بهم كاملين يجوا عندنا العلاقة السعيدة إن شاء الله مرحبا بهم كاملين إن شاء الله الله يحفظك شكرا جزيلا الله يحفظك سير اللهم يسر يلا حيد تحياتي إذا الخوت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موعدنا يوم الجمعة مع تسعود قد اجي نعيدو من الصداع اجي حاج الله يحفظك والله يسر امرك هذا يوم مبارك الحمد لله واش كتعرف الاسم ديالها ولا لا السميتها الهاشميه الهاشميه شو ما شاء الله هالكراسي هالكراسي شو الناس اوي 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 يلا اجي الاخوه الله يحفظكم قولها للشباب قولها للاخوان كاملين عطوا محسن دابا وغتهضروا معاه هضره سعيد احنا نعيطوا ليه ان شاء الله حسن حيدو من الصداع الله يحفظك ودابا عرفتي اش غنديروا دابا غنعيطوا لخونا منظور اييه غادي نعيطوا ليه اييه ونشكروه اييه وان شاء الله نشوفوا واش غيقدر على الطاقه ولا لا يلا يلا الاخوان يلا هكا البارود هكا البارود وسي امين وغسل لحوم غسل وشرب طعوم وشرب حيوانات الله يحفظك الله يحفظك صافي ديال الحديد صافي بغينا كيسمعنا هاد الضربه في الحديد بغينا عمر الضربه في ما تجيب الجسد ديالو اللهم امين العائله ديالو انتوما ولادو كاع كاع اللي ساهموا في هاد الحجره اللهم امين كلمه بالله بركه بارك ولو بكلمه الله يحفظكم كل مساهمه في هاد البركه هذه الله يحفظكم الله ولو بالفلوس ولو بالمال ولو بكلمه طيبه الله يحفظكم وكل مساهمه بكلمه سيئه طلبوا ربي يخلصوا امره الى الله احنا ما عندناش مشكل اذا الاخوان كما شفتوا هذا هو القادوس ديال الحديد هذا هو البير تحفر بالخباطه تبارك الله حنا كنتواجدوا اليوم بدكاله كاين بعض الناس كما كنقولوا واش انتقاد ديالهم بناء ولا غير بناء كيقول لك خويا امين انت تتعاون كيقول لك كيقول خويا امين انت كتعاون مع الامازيغ ما كتعاونش مع العرب هذوك المساكن كيقولوا ديك الكلمه زعما نيتهم هي هذيك نيتهم هي هذيك اش غتقول لهم ما عرفناش شنو النيه ديالو من غير النيه كاين بنادم مسكين اللي عاوتاني النيفو ديال التفكير ديالو للذكاء ديالو محدود بواحد واحد جزء بسيط
ما يقدرش يفهمك انت. هضرتي بواحد الصيغه اللي ممكن انت تعاشرتي مع ناس هضرتي معاهم كيفهموها. هادشي اللي كاين. هو ياك تجيب عندنا طريقه الناس بوحديه. تمام. بالنسبه لي هو حسب التفكير ديالو. حيت هو داكشي فاش كيفكر. تفكيره ناقص. غادي نقول تفكيره سلبي. دابا شوف العمل الخيري. إذا كان الإنسان في قلبه الخير كيشوف فيه الخير. سي آمين. كاين الإنسان في قلبه محسن كيقول لكم أنا كنت محسن. كان الإنسان سبحان الله العظيم نيته خايبة كيشوف بأنه هذاك العمل فيه نيته خايبة. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سألوه قال لي أهل الخير، باش غادي نعرفوا أهل الخير؟ قال لي اتبعوا سنان الاتهام. الأصابع فين كتشير؟ فين كتشير؟ قال لي ويل لمن أشارت له الأصابع ونوجد. الله يحفظك. يعني إلا بغيتي تعرف راجل راه مزيان راه كلشي دقيقة صفر. الله يجازيك. هادشي شفناه فيك أنت. الله يحفظك أخويا. هادشي اللي وقعت من قبل. باش هادشي كامل. رغم هادشي كامل. وحنا مستمرين اللي بغى يقول شي حاجة يقولها. هذيك الطيحة كتزيدك النوضة كتزيد تقويك. اللهم لك الحمد. لأنه النوض الطيحة إلا ما غاديش نوض من وراها ونوقف غير مقاطع. حنا كاع اللي كيدوي كنقول يدوز الأرض الواقع شنو. كنقول شنو قدمتي في أرض الواقع. رحم الوالد. أسيدي أسيدي أنا كنتعاون مع الأمازيغ وأنت تعاون مع العرب. يلا. الله يرحم الوالد. يلا. 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 هو ما غيعاون لا عرب لا امازيغ. سي امين قول لي غنقسمو. الله يحفظك. انا غنمشي عند العرب انا مشيت عند شنو ديالنا. سير عند العرب ديالنا. وخويا وخويا شوف انا مسلم. السلام عليكم مسلم ياك. انا مسلم الحمد لله. وكاع اللي كيفرق المغاربه راه نيته ما صافيهش. الله سبحانه وتعالى قال من عامل صالحا من ذكر او انثى. وهو مؤمن. وهو مؤمن. يكون مؤمن. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن. بالشرط يكون مؤمن. تمام. اذا عمل صالحا. تماما. هذا راه من العمل الصالح. اللهم لك الحمد. الله سبحانه وتعالى يخلص كل واحد. اللهم لك الحمد. كل واحد يخلصه. اللهم لك الحمد. وخليه يقول اللي بغى. اللهم امين. الله يحفظك. اذا ها هي الخباطه. نعم اخويا مول الصوندا. تحيه لمول الصوندا. صبر معايا بخير. صحيحه مزيان. الله يجازيك بخير. الله يحفظك. شحال ثمن المتر؟ 150 درهم. 150 درهم والقادوس ديال الحديد. الحديد كاين 8200 و 6400 ديال صافي. الله يحفظك. الله يحفظك. اذا ها هي الخباطه الاخوان كما كتشوفوا. هاد الماكينه الاخوان ما كتخدمش في الماكينه الاخرى ما كتخدمش في الغيران. هذه كتخدم في الغيران. شوف ارا قول لي قول لها سي سيدي. الله يحفظك. دابا هادي امورك على القفل هادي. الله يحفظك. الله يحفظك. شوف شوف واه واه الفقيه ماشي. اذا الاخوان بقاو معنا. الله يحفظك. اذا هاو ديما القواد الفينا. ها ديما القواد الفينا. لا لا صافي سحره كامل. هاي الخباطه. هاي طريقة الحفر الإخوان. أنا أخويا الله يحفظكم. ها أنتم ها هو هذا ها هو ديال الحديد. ضرب 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 باش نسمع. ضرب 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 ضرب. أوك صافي صافي. الله يحفظك. الله يحفظكم. 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 الله يحفظك. الله يحفظك. سير الله يسر امركم. بلاتي العيالات العيالات الله يجازيكم بخير. حنا الفرحه ديالكم راه وصلتنا. ولكن واش البير كمل ولا باقي خاصه شي حاجه؟ لا باقي خاصه. باقي المزيد. هذه الله بدايه بدايه ميمونه ان شاء الله. ان شاء الله. اذا الاخوان باش ندوي مع الناس تا هما اللي متبعينا راني درت واحد البث مباشر باش نوصل واحد الرساله. هذا البير الاخوان هو بير خاص. علاش؟ لانه فيه واحد القادوس اللي كلفنا اكثر من ثمن الحفير. عجيب ياك ولا لا؟ اذا الاخوان واحد الرساله باغي نوصلها. الله يجازيكم بخير. بلاتي نشوف ما بقاش كدور ما بقاش كدور عندي الكاميرا. اذا الله يجازيكم بخير. السبب بث المباشر جوج رسائل غنوصلهم. اول حاجه ثمن القادوس قلنا شحال تقريبا؟ خمسة حنا غناخذ هادشي 5 المليون. سي المهدي اللي عاد
المدينه عارف 5 المليون وستينات ثمن القادوس هذا بلا ثمن الحفير بلا الله يرضي عليك هذا هو السبب علاش درت هذا البث المباشر ممكن توريونا هذا القادوس باش يشوفوه الناس الله يحفظكم ومن بعد الاخوان زيد زيد بسم الله بسم الله زيدوا على بركه الله اذا الاخوان ادعوكم جميعا لمشاركه هذا البث المباشر الله يجازيكم بخير نعم مرحبا كاين شي حاجه ديال القادوس راه كاينه في البير باش وصلنا واحد النيفو اللي كيريب أيه؟ ما قدرناش نستناو غنطوروا هو الاول ونمشيو للاخر اللي باقي في البيكو الله يحفظك هبطنا في البير حنا لا شي حاجه باش نريف لينا البير الله يحفظك الله يحفظك اذا هاكا هذا هو البير اذا الاخوان كما كتشوفوا هذا البير هذا يعني اول سؤال غنطرح عليكم الجماعه الله يحفظكم علاش ما تحفرش هذا البير علاش ما تحفرش هذا البير بالبريمه لا عندنا كاين الارض كتريب تحت نظرا للفرشه المائيه اللي تحت او الطبقات الصخريه اللي كاينه تحت لازم الله يرضي عليك الله يحفظك الله يحفظك الله يجازيك بخير الله يحفظك كاين طبقات صخريه وكاين رمليه وكاين طينيه تحت الارض عندنا كنوصلوا لشي بلاصه مثلا كاين فيها الماء الماء الا كانت الرمل ولا كان الطين كيبقى كيريب البير ما بقاوش يزيدوا الحفره كنديروا هذا القادوس باش كنقدروا كنضبطوا النيفو اللي غادي نحفروا فيه غادي يبقى عندنا واحد 40 سنتيمتر كار وممكن توري للناس القادوس هو هذا القادوس هو هذا القادوس اللي دار 4 هذا شحال ثمن المترو هذا؟ هذا 8200 شحال اخويا؟ 8200 8200 ثمن متر واحد اذا الاخوان الطوله ديالو كنستوردوها من برا ما كايناش في المغرب الطوله ديال الطوله ديال الخارج هكا الله يجازيكم بخير باش نوضحوا للسي منظور يعني هذا البير هذا هاد البير تحفر اول حاجه بالخباطه بالخباطه بالصوندة ثانيا دار ليه القادوس ديال الحديد الثمن المترو 410 درهم كما كتسمعوا الاخوان يعني سبب هذا البث المباشر لانه تقدر تقول واحد الانسان شرينا قادوس ب 8200 يقدر ما يصدقش ياك حيت عارفين كاين ديال الميكا ما بين 110 حتى 140 درهم ولا 150 درهم كيخدموا واش منه هذاك الشيء علاش خاصنا هذا لا هذه الا كان عندك ترياب في البير لتحت القادوس ما كيعواش كي هبطتي البوم كدير قادوس الحديد وكتبدا تحفر وسط منه كيحفر سي ولا كيهبط الله يحفظكم القاز للمهدي القاز ليه ثمن حتى الجمعيه قزلي هاكا 70 متر كيهبط ها هو هذا ديال الحديد هذا ها انتم شوفوا الاخوه هذا ديال الحديد 4000 8200 نعم منين جا السي المهدي هذا القادوس هذا؟ زاوية اسماعيل زاوية سيدي اسماعيل شحال المليم ديالو شحال البليبيسيور ديالو؟ هذا شلنا من 38 ميلي 38 ميلي اذا الاخوان كاين 32 ملي في الدياميتر ديالو فهمتك اذا الاخوان كما تشاهدون نحن في بث مباشر الان كما شفتوا هذه الميزانيه ديال اللايف كتجاوز دابا 5 مليون سنتيم ميزانيه هذا البث المباشر تتجاوز 5 مليون سنتيم يعني هنا هذا فقط القادوس ثمن القادوس دابا شحال اخويا بالضبط 5600 هذا الاول فيه 40 متر هذا الاول 3000 قال 16000 3000 قال 16000 والاخر باقي في الطوموبيل هذه اللي جاي دابا جاي ب او الطوموبيل قال منه 6400 قلت لي 6400 6400 6400 جاب 77 متر جاب 77 متر 70 متر يعني جوج مليون وشي 9000 الله يجازيك بخير 92000 هاكا القادوس فين هو؟ جا اجي نشوفوا اجي نشوفوا الله يحفظكم اذا هو اللي في الطوموبيل يا سي امين صافي مشيو شوفوا اذا الاخوان كما كتشوفوا هذا القادوس هذا غنوريه للسي منظور الله يجازيه بخير وكذلك الجميع المتتبعين باش يفهموا بان الابار ليست اذا الاخوان عوده 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 الله يحفظكم الله يحفظكم الله يحفظكم الله يحفظكم الله يحفظكم واحد صغير تعلم الدراري تعلم اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد كامل هو ما 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 اللهم لك الحمد ولكن ما كانش مساعد ما عندي ما ندير ليه الله يحفظك الله يحفظك ما عندي ما ندير الله يجازيك بخير الحاج الله يكرمك الله يكرمك كاملين الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك النساء ساك انت امك شي فرحان النساء الله يجازيك شي فرحان شي فرحان شنو تقولي؟ شكرا الله يرضي عليك الله يرضي عليك الله يحفظك تحياتي لك اخويا اذا النساء ديال القريه الله يجازيهم بخير الله يحفظكم الله يحفظكم النساء الله يحفظكم الله يحفظكم الله يحفظكم الله يحفظكم الله يجازيكم بخير الله يحفظكم الله يحفظكم العيالات كي دايرين العيالات بخير اموركم بخير صحيحه مزيان
ومبروك هاد مويها. الله يسخر لكم، الله يسخر لكم يا رب. الله يسخر لك. إذا احنا فرحانين العيالات، قول لي راه احنا فرحانين. الله يحفظك. الله. خويا راه فرحان شحال من واحد. العيالات السيد السيد حفر البير. سميتو مندور. سميتو مندور. سميتو مندور. دعاو معاه. زيدو. دعاو معاه. كيجيب عام جوج هاد الحاجة هذا. كيجيب عام جوج هاد الراجل. مسكين الله يجازيه بخير. ما تقنعوش وحدة. وسير الله يكرمك الحاج. كيجيب عام جوج، ما كتقنعوش وحدة وواحد مخلوق عنده. يجيب عام الجوج عايصيق الاخبار انسان كريم ترى من النهار اللي بدا السونده هنا والدعاوي خدامه اللهم لك الحمد الناس فرحانه اللي ما كاينش ما غياكش معنا بهذيك الساعه هذا الساعه هذا ساعه حمراء في قرعه حمراء والفيتات بيضين تبارك الله ويولي الشوق الساره بلديه السمينه حاره ما لقيمش معنا غندير له والله الله ما لقيمش معنا سي ابراهيم سي ابراهيم كيجيب عام الجوج ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا اللهم لك الله يرحمكم اللهم امين اللهم امين اللهم امين رب العالمين اللهم امين ولكن ما غياكلش معنا مع داك السيكسو انت كيفاش غندير انا سي مندور كيفاش الشيء خدام اذا الاخوان وهاد المحسن سي مندور وانت سي مندور سي مندور راه ديما بالو معاكم سي مندور الله سبحانه وتعالى قال وجعلنا من الماء كل شيء حي راح يا ام هاد المخلوقات اللهم لك الحمد والله سبحانه وتعالى قال والعصر وش في الحاجه هو الله يحفظك ديانه ديال القبيله السلام عليكم الحاج عصبه هو الوليدات ومولاة الدار المسمن الحسوة الله يجازيك بخير الحاج الكسكسو الله يحفظك الحاج الله يحفظكم الجريعة القيد الله يحفظكم كل شيء خدام الله يحفظكم كل شيء خدام كل عباس اللهم امين الله يحفظك امي نعم لالا مرحبا مرحبا الاسم الكريم ياسين مشرفين سي ياسين الله يحفظك خويا ياسين الله يطول عمرك الله يجازيك بخير سير بحالك جي حضر ما يمشي الوالدة ما يمشي تحياتي ادعي لي مع المخلوق هذا الله يحفظك امي انت الله يجازيك بخير الله يعاونك الله يخلفوا على من عاداتك اللهم امين والسيد اللي بنى هذا البيت والسيد اللي حفر هذا البيت اللهم امين اللهم امين اللهم امين رب العالمين اللهم امين اللهم امين اللهم امين اللهم امين الوالده هذه شو الوالده هذه كي دايره ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله شنو هذا ما شاء الله ها امني غنجي شنو عند الوالده عند الوالده الله 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 يطول عمرك الله يجازيك بخير احنا فرحانين فرحانين الله يحفظك الله يطول عمرك الله يطول لنا عمرك الله يجازيك بخير الله ينصرك اللهم امين الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك يا ياسين بقى معنا بقى معنا اي 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 والسلام عليكم الله يحفظك الله يبارك فيك السلام عليكم الله يجازيك بخير السلام عليكم الله يخلف عليكم بسم الله مرحبا واش كثيره بابا وا بابا كثيره مرحبا كثيره بابا كثيره بابا تستاهلوا اكثر كثير الحوادث ديالك الله يحفظك الله يطول عمرك بسم الله مرحبا الله يخلف عليكم الاخوان صحتك صحتك الله يرحم لكم الوالدين صحه وراحه الوالدين بسم الله ترى ياسين الله ياسين حلمي قد امين الله يجازيكم بخير مرحبا الله يحفظك العميد الله يحفظك صافي خديت تمايره الله يخلف الله يخلف الله يخلف زيد شويه الحليب مرحبا وعطي السيد تا هو سميتو كون هو تا هو سميت هذا السيد هذا المخلوق هذا اللي دار هذا الازر اللي غسلنا حنا ولادنا شكون ها اللي دار الازر تا هو الازر سيمندور سيمندور اسميتو سيمندور سيمندور على المسمى الله يحفظك الله يحفظك المنتدى غادي يكون اجمل ان شاء الله اللهم لك الحمد إذا المتتبعين الكرام مرحبا بكم دكولا ها عندك ساعة ما حضرش لهم ها ما شرب حليبة ما كان تميرات الله يحفظك ما حضر البصيعات الله يحفظك الله يحفظك مرحبا مرحبا حنا دابا غنصوروا كلشي إن شاء الله موجودين وغنديروا واحد التحدي جديد إن شاء الله بحول الله وغنطلقوه من هاد الدوار مرحبا بحول الله واحد التحدي مبارك الإخوان غنطلقوه من هاد الدوار إن شاء الله الله يحفظكم الله يحفظكم شكرا جزيلا على الحليب شكرا شكرا حنا راه مواطنين الحليوات الله يحفظك الله يحفظك إذا السلام عليكم ورحمة الله الإخوان اللي طلع لهذا البث المباشر يبارطاجيه غندير واحد الصدقة كبيرة إن شاء الله غنطلقوها من هاد الدوار إن شاء الله الله يحفظكم اليوم غناقشوا واحد الموضوع اللي هو مهم إن شاء الله علاش لا الله يحفظكم الله يبارك فيك لالا